أكثر من 130 كيلومترا هو طول ساحل مديرية المضارب ورأس العارة الواقعة غرب محافظة لحج، حيث يبدأ من منطقة السقية شمالا إلى منطقة عمران جنوبا، وهي مسافة كبيرة شكلت بيئة خصبة لعصابة تهريب، لا سيما تهريب المهاجرين الأفارقة. وعندنا المديرية عندنا نحن هذا مفتوحة على مصرعها ومفتوحة للتهريب، يعني التهريب وهو على تقع على منافذ كثيرة في الساحل موجودة. والتهريب هذا اللي نعاني منه الآفة الذي نعاني منها، يعني هي تهريب أشياء محرمة وتهريب بشر من الأفارقة عبر البحر. ازدياد حالات التهريب وانتشار المهاجرين من القرن الأفريقي في محافظة لحج وعجز الحكومة في إيجاد حلول لها دفع قيادة السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة إلى تشكيل حملة أمنية تهدف إلى ملاحقة المهربين للحد من هذه الظاهرة في المديرية. الحملة استهدفت تجار الأفارقة أو المسؤولين عن جمع الأفارقة وتوزيع ونقلهم. كذلك استهدفت الحملة مجموعة من تجمع المهربات مثل الأسمدة ومواد الأسيت الحارقة هذا وكثير من المواد الضارة، وتم ضبطها وإيداعها في مبنى الجمارك لهدف جمركة المواد الصالحة للجمركة ومع وإتلاف المواد الغير صالحة. الحملة الأمنية التي لاقت ترحيبا واسعا من قبل المواطنين الذين يرون أنها كسرت حاجز الخوف وعززت من مهمة القبض على عناصر عصابة التهريب الذين لا يكتفون فقط بتهريب المهاجرين الأفارقة بل ويخضعونهم لجلسات التعذيب. يعني بعد على معاملة المهربين اليمنيين الذي يوجد يعني عنده حواله يقدم له يعني ما يلزم من القات من شراب من كل ما يريده، حتى الرصيد الشحن الفوري هذا يديله كامل مطلباته، اللي ماشي حواله يحصل عذابه، يعلقه يربط يرفع عداته كذا ويدق بمسامير بداته عرض الجدار، يكتر عليها الدبش ملال يحركها بنار ويكترها فوق ظهره. رغم تمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطلاق سراح أكثر من 100 لاجئ أفريقي إلى جانب إحراق عشرات الأحواج التي يتم تجميع المهاجرين فيها، تظل هناك تحديات تواجه قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية، والتي تتمثل بضعف إمكانات الأجهزة الأمنية ومحدودية الدعم مقابل انتشار عصابة التهريب في المضاربة ورأس العارة. مختار شعطل، قناة بلقيس، محافظة لحج.